اليوم جات هذه الوقفه تنفيذا وتنزيلا للبيان المحلي للنقابه المستقله للممرضين اللي تم دعوه فيه لوقفه محليه داخل المستشفى اليوم 13 يوليو. هذه الوقفه هذه اللي جات تنديدا بسياسه اللامبالاه وسياسه لرفض الحوار ديال الاداره مع النقابه المستقله. النقابه المستقله هي شريك دستوري وشريك اجتماعي اللي كي جميع التوصيات سواء الوزاريه او الحكوميه كتحت المسؤولين داخل الادارات انهم ينزلوا لطاوله الحوار. طاوله الحوار اللي حنا قدمنا طلبين للقاء داخل الاداره ولحد الان ولم يتم التجاوب معها، بالعكس تم المراوغه حتى لا يتم هذا اللقاء وهذا الحوار لحل مجموعه من المشاكل. على اولها هو فتح مجموعه من المصالح اللي هي مغلقه لحد الان، منها طب المواليد والخداج اللي هي مقفله لحد الان، وتزويد مجموعه من المصالح بالممرضين وتقني الصحه، خصوصا ان مجموعه من الممرضين اللي هما مازالوا في وضعه المتمرنين وكيمارسوا بوحدهم داخل المصالح. وكذلك النقابه المستقله اللي رفعت مطلب الحراسه، الرفع من التعويض على الحراسه والالزاميه اللي تم التطبيق ديالو في مجموعه من الاقاليم والجهات، وكاينه مذكره وزاريه كتحط الفرقاء كتحط المسؤولين الجلوس لطاوله الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين لتصحيح هذا الخطا. ولحد الان الاداره كتماطل وكتسوف هذا المطلب هذا، زائد ان مجموعه من المرافق اللي هي مثلا السلالم الكهربائيه اللي هي معطله، زائد ان الاعتداءات اللي هي بالجمه للاطر التمريضيه والطبيه والاداريه داخل المستشفى، واللي لحد الان لم تقم الاداره باي حل واي اي حل او اي اجراءات ملموسه للحد من هذه الاعتداءات هذه للاطر الصحيه. هذه الوقفه هذه كما كتشوفوا كتدل على شيء واحد، هو ان الممرضين وتقني الصحه هما وكافه المزاولين والمواطنين الرباطيين فقد ذاقوا ذرعا بهذا السير العشوائي والمبتدئ ديال هذه الاداره الهويه. هنا هذه الوقفه هذه كتقول بان هذه النقطه التي افاضت الكاس وغادي تتبعها اشكال نضاليه اخرى. تنشوفوا السيد الوزير واش ما عندوش العلم بانه كاين مستشفى جهوي بالعاصمه، حيت هو كيمشي غير لدريوش، خاصو يجي لهنا زياره وحيده يتيمه اللي دارها السيد الوزير لهذا المستشفى هذا، دخل مباشره لقاعه القسطاره وفرحان بقاعه كلنا فرحانين بقاعه القسطاره، ولكن شنو غيدير المواطن الرباطي بقاعه ديال القسطاره اللي ما عندناش اطباء اللي عندهم الكفاءه اللي يقدروا يخدموا فيها؟ 300 مليون وما يزيد تلاحت في البحر، علاش غنخسروا هذه الفلوس كامله وما عندناش اللي غادي يخدم هذه القاعه موقفه لها دابا؟ ان انفستيسمون اللي بحال تلاح في البحر. زيد على ذلك الاسره ديال لي شوفون كيسواو يعني ملايين، علاش غادي نحطوا فيهم هذا الانفستيسمون وحنا ما عندناش حتى البنج ديال الاطفال؟ عام ونص والمستشفى باش بدا باقي ما بديناش الافتتاح ديال الاطفال، باقي ما بديناش القسم ديال طب الاطفال، باقي ما بديناش الانعاش، باقي ما بداش قسم الانعاش، يعني لي غوسورس كاينين ولكن كاين سوء توزيع ديال الموارد البشريه، كاين محاباه الاداره ديال المستشفى كتخدم لمحاباه والزبونيه والمحسوبيه في توزيع الموارد البشريه. كنطلبوا من المديريه الجهويه وكنطلبوا من الوزاره تمدنا بالموارد البشريه كيصيفطوهم، فاذا بنا كنلقاهم طاروا فين مشاو الله اعلم، كيتوزعوا على شي اقسام اللي ما فيهاش نهائي الخصاص اولا كيتوزعوا على بعض المؤسسات التابعه للمستشفى الوغ كو حتى هي ما فيهاش الخصاص. والاولى انك تخدم المستشفى الجهوي ماشي تخدم مؤسسات اللي ديجا خدامه. ألوغ من هذا المنبر يعني أدعو وزير الصحة على أنه يزورنا ويزورنا ويشوف هذا التسيير الهاوي ديال هذا المستشفى ويعني وينقذوا من المصيبة.